السعوديون يعطون لأبنائهم أسماء نواد كروية ويخلقون الجدل. تصدر فيديو للناشط السعودي غازي ذيابي الترند بعد أن كشف أنه أعطى لابنه اسم النصر. اليوم أنا أسعد إنسان على وجه الكرة الأرضية. جرت العادة أن العرب يسمون على الشخص اللي يحبونه. أنا اليوم سميت على اللي أحبه، العشق الأبدي، لكن ما هو شخص، كيان. قضيت في حبه أكثر من 25 سنة. هذا الشيخ اللي تشوفونه مسمن على نادي النصر. وحصد المقطع أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع إكس. وفي نفس الوقت نشر المخرج السعودي محمد الشعيبي صورة له مع مولود كاشفا أنه أطلق عليه اسم الهلال، وذلك لحبه لهذا النادي. لكن اتضح أن الأمر كان مجرد جواب ساخر على الجدل الذي أثاره غازي الذيابي. وكل هذه المنشورات دفعت قسم الأحوال المدنية بنشر بلاغ مفاده أنه يمنع نظاما تسمية الأبناء بالهلال أو النصر. ما رأيكم؟ للمزيد من الأخبار تابعوا منصة واضح.